السلام عليكم الاخوات. قبل ما نبدا بغيت نوضح واحد النقطه. الناس اللي كيتفاجئوا فيا حايل عارفين على انني كنشجع الوداد وكنخصص لها فيديوهات ديالها قبل الماتش وكذلك الاخبار ديالها، ولكن هذا الشيء ما كيعنيش باش انا ما ندوش على الفرق المغربيه الاخرى بحال الرجاء الجيش وبركان. فهذيك كتلقى في الاخر كره القدم، انا تحت القناه باش ندوي على الوداد وعلى الكره المغربيه عامه. اللي عجبك هذا الشيء اللي كندير مرحبا بك في القناه، ولا ما عجبكش الراي ديالك كيتحترم. وتذكر ديما على ان كره القدم فرجه ومتعه وماشي ندابزو مع بعضياتنا. ما نطولكم هذا بزاف، يلا نمشيو للفيديو. على حساب الجوله الخامسه من الدوري المغربي، رجاء رياضي غيستقبل نهضه زمامه نهار الاحد مع الستة. مباراه غتلعب في الملعب العربي الزاوي. فلقى ان البدايه ديال زمامه مع رجاء النقيطيل غلقوا على ان زمامه متفوق على رجاء بنقطه. فرجاء في اول بعد ماتشات ليه بالدوري المغربي جمع 6 نقاط من 2 الهزائم و2 الانتصارات. من جهه اخرى نهضه زمامه من اول بعد ماتشات ليه في الدوري المغربي جمع 7 نقاط من 2 الانتصارات تعادل وهزيمه. هادشي اللي كيبين على ان هاد المباراه غتكون اختبار حقيقي للاعبين ديال رجاء، والفوز فيها غيعطيهم دفعه كبيره من اجل الرجاع في السباق على الدوري المغربي. من جهه اخرى نهضه زمامه كيمتلك سكواد ولاعبين عندهم خبره كبيره وسوق لهم او لعبوا مع رجاء بحال الحارس مروان فخر وكذلك الضايع الايسر القيدوم ياسر الجريسي وما نساوش اللاعب وليد الصبار. فدابا غادي نشوفوا الفريقين بجوج شنو داروا في بعض الجولات الاولين في الدوري المغربي. ونبداو مع رجاء اللي في الجوله الاولى خسر من نهضه بركان ب1-0 داخل الميدان. في الجوله الثانيه كتلقى الهزيمه الثانيه على التوالي امام اتحاد طنجه 3-1 خارج الطيار نتيجه اللي كانت صادمه للجماهير ديالها. اما في الجوله الثالثه الفريق كيرجع لسكه الانتصارات بعد فوز على الفتح الرياضي ب1-0. وفي الجوله الاخيره الفريق كيرجع بانتصار صعب مدينه اسفي وبالضبط على اولمبيك اسفي ب3-2. اما نهضه زمامه البدايه ديالو في الدوري كانت بالتعادل امام النادي المكناسي ب1-1. في المباراة الثانية الفريق يتلقى أول هزيمة ليه في الدوري أمام الدفاع الحسن الجليدي ب2-1. أما في المباراة الثالثة الفريق يفوز على حاسية أكادير ب1-0. وفي المباراة الأخيرة الفريق كيدك شباك المحمدية ب3-0. النقطة اللي مشاركة فيها حاليا رجاء وزمامة أنهم قادمين من جوج انتصارات على التوالي في الجولة الثالثة والرابعة. فأجي دابا نشوفوا آخر جوج ديال الماتشات اللي جمعوا بالفريقين في الدوري في الموسم الماضي. بالنسبة لمباراة الذهاب كان فاز فيها رجاء ب2-1، الهدف ديال رجاء سجله كل منه في الزهوني وصابي بوكين. بالنسبة للهدف ديال زمامة كان سجله المهاجم زكريا باحو. أما في مباراة الإياب كان فاز رجاء وكذلك ب2-1، الهدف ديال رجاء سجله اللاعب أدم النفاتي، أما الهدف ديال زمامة سجله اللاعب يونس الكوتشاري. كنتوقع على أن رجاء ما غاديش يضيع فرصة الاستقبال داخل الميدان ديالو وداخل الجماهير ديالو، داكشي علاش كنتوقع هو اللي يفوز في هذه المباراة. ولكن تذكروا على ان زمامه غيشكل لهم مشاكل كبيره. فكنتمنى تكون استفدتي ولو غير شويه، وبالتوفيق للجميع. اللي عجبك الفيديو خليوا لي واحد لايك، نقول لكم ان شاء الله.